نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. واصلت قواتنا المسلحة الباسلة ملاحقتها لفلول المجموعات الإرهابية المسلحة التي روعت الآمنين وعاثت تخريبا وقتلا في عدد من أحياء مدينة حلب، حيث أسفرت العمليات عن مقتل أعداد كبيرة من أفراد تلك المجموعات الإرهابية، فيما عبرت حشود من أهالي المدينة عن فرحتها بتطهير الجيش العربي السوري لعدد من المناطق في حلب من الإرهابيين المرتزقة. ساحة صعدل الجابري ومنطقة السليمانية كانتا على موعد مع جماهير المدينة الذين خرجوا بمسيرات حاشدة مؤكدين وقوفهم مع جيشهم صفا واحدا في مواجهة أعداء الوطن ممن ارتهنوا للخارج وجعلوا من أنفسهم أدوات رخيصة. وجدد أبناء حلب الشهباء ثقتهم بانتصارهم وجيشهم على أعدائهم ووقوفهم مع بواسل قواتنا المسلحة في مهامهم الوطنية لإعادة الأمن والأمان إلى كل ربوع الوطن مهما كلف ذلك من تضحيات. واستجابة لنداء الأهالي قامت وحدات من قواتنا المسلحة بتطهير منطقتي التلل والجديدة وساحة فرحات في حلب بالكامل، وقضت على عشرات الإرهابيين المرتزقة وصدرت كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات الطبية المسروقة والمهربة. كما اشتبكت وحدة من قواتنا المسلحة البطلة مع مجموعات إرهابية بالقرب من مؤسسة البريد في منطقة سيف الدولة وقتلت العشرات منهم وفككت عبوتين ناسفتين. وتصدت قواتنا المسلحة لمجموعات إرهابية أخرى في منطقة بستان الباشا كانت تنصب الحواجز في المنطقة وقتلت عددا كبيرا من أفرادها، واشتبكت وحدة أخرى من قواتنا المسلحة مع مجموعات إرهابية كانت تنصب حاجزا قرب مدرسة الصناعة في منطقة سليمان الحلبي وقضت على جميع أفرادها. بعد تطهير الجزء الأيمن من حي سيف الدولة من المجموعات الإرهابية المسلحة، قوافل من الآليات التابعة لمجلس مدينة حلب والدفاع المدني والشركة العامة لكهرباء حلب تدخل كلية العلوم لإعادة الخدمات الحيوية الأساسية، والمخابز في حي الحمدانية تعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين. مشاهدينا الكرام، بعد سيطرة الجيش العربي السوري على منطقة سيف الدولة من الجهة اليمينية، نبدأ اليوم التقرير من حيث انتهينا بالتقرير السابق، وهذا الشارع سنتابع به حتى نصل إلى حديقة سيف الدولة. تابعونا في هذه الجولة. طبعا مشاهدينا كما تتابعون، هذا هو شارع زينو بالكامل من بداية شارع زينو في شارع العظمية إلى وصولا إلى شارع سيف الدولة الرئيسي كما تتابعون. طبعا شارع سيف الدولة الرئيسي من الجهة اليسارية ما زالت الاشتباكات قائمة ما بين الجيش السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة، وتم خلال الساعات الماضية قتل العديد من المجموعات الإرهابية المسلحة على شارع سيف الدولة الرئيسي. هذا الشارع كما تتابعون تحت سيطرة الجيش العربي السوري. مشاهدينا الكرام، بعد الانتهاء من الجولة الميدانية مع الجيش العربي السوري وصولا إلى شارع مفرق زينو، عدنا إلى كلية العلوم حيث وصلت قوافل من الآليات سواء كانت مجلس المدينة والدفاع المدني والشركة العامة لكهرباء حلب بمؤازرة من محافظة حلب لتنظيف المنطقة بالكامل، وسنتابع عملية التنظيف حتى الانتهاء منها اليوم. والله عم نصلح الكهرباء في هذا الشارع من أول لآخره، أنجزنا حتى الآن 6 مراكز تحويلية. ست مراكز في كلية العلوم. طيب هلا في بالشوارع الخلفية كمان الكهرباء، عم بيقولوا لي المواطنين كانوا مقطوع. من انتهينا من هون بدنا نروح على الشارع الخلفي. يعني كم قديه بتعطي كم يوم تحتاجون لانتهاء الكهرباء بالكامل هنا في منطقة كلية العلوم؟ بتقول لي انه العلوم صار فيها كلها كهرباء تمام. بعد غد بيكون خالص كله. اليوم دخلنا ماكينات من الآليات نحن عم نبدا ننظف نشيل أزع على المواطنين هذا الموجود راكم هون. وإن شاء الله بكرة أو بعد بكرة أكيد نخلص من هالمنطقة بشكل كامل. يعني سنتابع الآن مشاهدينا الكرام التقدم أكثر حول هذه المنطقة وبالتحديد المناطق التي تم تمشيطها
تمشيطها، طبعا هي سيطر عليها ولكن تم تمشيطها خلال يومين الماضيين من قبل الجيش العربي السوري، وبدأ أبناء كلية العلوم بالعودة إلى منطقة كلية العلوم مع دخول الخدمات إليها وإصلاح الكهرباء وأيضا تنظيف المكان. سنتابع في هذه الجولة لقاءات مع المواطنين. شو بتقول للجيش العربي السوري؟ يما الله ينصركم، إلهي الله ينصركم، يعني أنتم عم تحمونا، يسنا نقول لكم الله يحميكم، والله عم تحمونا، لو ملاكم صار فينا تجولنا ونموت. الله حي الجيش، الله حي الجيش، الله حي الجيش. طوال دخل الجيش لهون هالمنطقة حسينا في الأمان. هلأ دخل الجيش السوري، شو بتقولي له؟ عراسي والله، عراسنا عراسنا، إلهي الله يخليكم يحميكم يا ربي دخيلك، الله يوفقكم إلهي، نحن اطمئنينا وقت شبناكم، أنا امبير حديد. الحمد لله، الحمد لله، احنا الله حسيناه بالأمان. أنا كنت نازح من وقت ما شفت الجيش دخل، أنا رجعت. يطول بعمركم، أنا ودخل الجيش ارتحيت وبسطيت كيفيت، الله يوفقكم، الله يحن عليكم يا رب. الله محيي الجيش العربي السوري، ولادنا كلهم ولادنا، يخليكم لاهاليكم، يطولكم بعمركم. هذا هو الجيش والله، لو ما انتم كنا والله دمرنا، والله يا عين خالي، الله يرضى عليكم يحميكم حما الله رب، الله يحميكم الهي حما الله. الله محيي الجيش، الله محيي الجيش، الله محيي الجيش، الله محيي الجيش، والله محيي الجيش، الله محيي الجيش، والله محيي الجيش. مدينة حلب وبالتحديد في حي الحمدانية، تتابعون بالصوت والصورة كل تفاصيل هذا المخبز والمخزون الخاص فيه بكل العملية من المنتج فورا إلى المستهلك خارج هذا الفرن. قد ايه باليوم تعجنوا هون بالعجين؟ كم كيلو طحين؟ شي 40 طن. 40 طن؟ ايه يوميا. ايه من امتى لامتى هون المخبز بضل تاكل؟ تقريبا 24 ساعة. 24 ساعة؟ ايه. هي الصورة التي تعودنا أن نراها دائما في سوريا بشكل عام وفي حلب بشكل خاص، أبناء الجيش العربي السوري وأبناء البلد يدا بيد ليقضوا ويضربوا بيد من حديد كل المجموعات الإرهابية المسلحة المرتزقة التي تحاول أن تعبث بأمن حلب واستقرارها. سيف الدولة الجزء اليميني بالكامل تحت سيطرة الجيش، ويواصل تطهيره لكل المناطق مع دخول الآليات الخدمية لإعادة الحياة إلى مجاريها هنا في منطقة كلية العلوم والخزان الأرضي وسوق سيف الدولة. شادي حلوة، التلفزيون العربي السوري، حلب. وللمزيد معنا من حلب مراسل الأخبار شادي حلوة. شادي، ما آخر الأخبار لديك؟ الحقيقة يعني الأخبار كثيرة جدا، والعمليات النوعية المستمرة للجيش العربي السوري. مساء الخير لك ولأسامة ولمشاهدي الفضائية السورية عبر شاشة الوطن، وتحية لأبناء مدينة حلب الذين ينتظرون نشرة الثامنة والنصف ونشرة الأخبار بشكل عام بالتلفزيون السوري على الفضائية السورية، ليعرفون تفاصيل الحقيقة لحظة للحظة. وهم يعني الكل اليوم في الجو يؤكد أنه عندما نرى التلفزيون السوري موجود في كل منطقة نرجع على على كل إن يعني هناك العديد من العمليات التي أدى بالخبر العاجل الذي وردني قبل 20 دقيقة تقريبا، وهو خبر جدا مهم في منطقة سيف الدولة بالتحديد من جهة الأنصاري الغربي. كان هناك عملية نوعية كبيرة للجيش العربي السوري، حيث تم استهداف مقر قادة عمليات المجموعات الإرهابية المسلحة، وكان هناك تجمع لعشرات المسلحين. والمعلومة التي حصلنا عليها أن المسلحين تجاوز 150 مسلح بالإضافة إلى أجهزة كمبيوترات ومكانات تصوير وأيضا العديد من أنواع الذخيرة وكميات كبيرة من الأسلحة تم تدميرها بالكامل، ولوحظ فرار البعض من المسلحين بينما يعني سقط أغلبهم بين قتيل وجريح. هذا في منطقة نهاية خط سيف الدولة بالتحديد عند منطقة الأنصاري الغربي. على كل من سيف الدولة يعني اليوم قلنا البارحة أنه منطقة سيف الدولة من الكرة الأرضية إلى خارج سيف الدولة إلى الجهة اليمينية تم السيطرة الثانية، والجيش العربي السوري يواصل تطهير تلك المنطقة من حلول المجموعات الإرهابية المسلحة، بالإضافة إلى تمشيط المناطق الموجودة أو الشوارع الموجودة في هذه المنطقة نظرا
لقيام المجموعات الإرهابية المسلحة بزرع عبوات الناس في كل منطقة، بالإضافة إلى تسخيف جثث المسلحين لاستهداف أكبر عدد ممكن من الجيش أو من المدنيين العاديين. على كل يعني الجيش صاحي هذا الموضوع وهو يتعامل بحذر. يعني المواطنون نطلب منهم أن عندما يستمعون إلى أشد الجيش العربي السوري بالدخول لمنزلهم فليعودوا، وعندما تصبح منطقة أمنة هناك عمليات عسكرية أمنية بحتة لتنشيط كل المنطقة حفاظا على سلامتهم. أنتقل من سيف الدولة إلى الجهة اليسارية الآن. اليوم الجيش العربي السوري حرك باتجاه من الإذاعة باتجاه المسجد الزبدية وهي تعتبر الجهة اليمينية واليسارية لمنطقة سيف الدولة، وبدأ التحرك طبعا من جهتين، الجهة الموجودة عند الكرة الأرضية والجهة الأخرى من ناحية خط سيف الدولة. إذ هي محاولة لإحكام السيطرة بالكامل، إغلاق النطاق بالكامل على المسلحين الذين يعني دائما أريد كل رسالة حسب المعلومات المعلومات جدا منخفضة لديهم. والجيش العربي السوري عاد أن منطقة سيف الدولة كاملة خلال الأيام القادمة القليلة بالكامل سواء كانت يمينية يسارية والشارع الرئيسي كلها ستكون تحت الجيش العربي السوري. أنتقل إلى باقي المناطق، أبدأ من الفردوس حيث تم كانت هناك عملية نوعية في مدرسة التحرير في منطقة الفردوس، وكان هناك تجمع لعشرات المسلحين، والمعلومات التي وصلتنا أنه تم قتل عدد كبير من المسلحين بالإضافة إلى جرح العدد الأكبر، وتم يعني لم يلد أحد بالفرار من المجموعات الإرهابية المسلحة. فيما إذا انتقلنا من الفردوس إلى الهلوك، أيضا كان هناك في منطقة الهلوك تصدي لمجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى المنطقة وتم قتل معظم أفرادها. منطقة بستان الباشا أيضا مجموعة إرهابية مسلحة والاشتباكات مثلت قائمة والمعلومات حول قتل عشرات من المسلحين. منطقة سليمان الحلبي أيضا الاشتباكات الآن ما زالت قائمة، وهنا هناك عدد كبير من المسلحين تم تصفيتهم بالكامل. نعم يعني شادي هذا فيما يخص المدينة، لكن أنتقل إلى عدة مناطق حسب الاتصالات من قبل المواطنين. أكدوا أن في منطقة الشيخ ومساكن هنا وطريق باب هناك انخفاض لعدد المسلحين وانخفاض الحواجز التي ينصبها المسلحون في تلك المناطق، وهذا يدل على الخوف يعني الخوف التكتيكي من جيش العربي قبل وصوله وقبل دخوله بشكل كامل لتلك المناطق. يعني الآن نشاهد انسحابات تكتيكية عبر وسائل قنوات سفك الدم السوري. فيما إذا انتقلنا إلى الريف، هناك عدة مناطق اليوم وعدة عمليات نوعية كبيرة جدا في مناطق الريف. تم استهداف مراكز مستودعات الأسلحة بشكل عام في كل مناطق الريف. أبدأ من عمدان، كان هناك مركز كبير جدا لإمداد الأسلحة للمسلحين داخل المدينة، وقتل العشرات من المسلحين بينما تم تدمير المخزن بالكامل، كامل المخزن من الأسلحة تم تدميره. أنتقل إلى مارع، أيضا في منطقة مارع كان هناك استهداف لمقر عمليات المسلحين ومستودع للذخيرة وأيضا تم تدميره بالكامل. فيما إذا انتقلنا إلى ترفعت ومنطقة كل جبرين، ترفعت وكل جبرين كان هناك مستودعات أسلحة وأيضا هناك تجمع لمجموعات إرهابية مسلحة كانت موجودة هناك تستعد للدخول إلى مدينة حلب، فتم بتر وقطع أيديهم وأرجلهم قبل الدخول إلى المدينة عن طريق استهدافهم من قبل الجيش العربي السوري. آخر منطقة بالريف هي منطقة بشقاتين وبالتحديد عند مدرسة جيل الغد، حيث كان هناك تمركز لعشرات المسلحين في هذه المدرسة تم استهدافهم وتصفيتهم بشكل كامل في هذه المنطقة. اليوم يعني الأخبار كل يوم نقول أنه اليوم الحصيلة جيدة، تلاقي ثاني يوم أجد حصيلة أفضل بكثير. على كل يعني هناك مناشدات من المواطنين من أبناء مدينة حلب، مناشدات للجيش العربي السوري بوضع أو تخصيص رقم خاص للإبلاغ عن كل تحركات المجموعات الإرهابية المسلحة، رقم خاص بغرفة العمليات أو رقم خاص بالجيش العربي السوري لسرعة الاتصال وسرعة إيصال المعلومة، لأنه المواطن يقطع مسافات للوصول إلى مقر العمليات أو للوصول لأي جهة مختصة للإبلاغ عن الشكاوي. وهذا أندل يدل على أنه المواطن حلبي مثل ما منقوله بالعامية بده يخلص اليوم قبل بكرة، هو يريد أن ينهي الجيش العربي السوري كل المظاهر المسلحة وتطهير كل المناطق. نعم. على كل نعم.
بلغنا من قبل محافظة حلب أنه هناك توجيه من المحافظة لكل المؤسسات والشركات الخدمية للدخول إلى كل المناطق، وهنا حتى الأسبوع المقبل اقتحام، لكن اقتحام من نوع آخر، اقتحام في الدولة من قبل المؤسسات الخدمية لتأمين كل المؤسسات الخدمية. واليوم الشركة الأمريكية حلب